ما لي إلا سنة معهم، ماني ما لي وقت هنا. بس المشكلة إن سبب انقطاع البائعات عن السوق أغلبهم يروحون للنزل، ومسكر هالمحلات هنا. النزل اللي هو السوق التجاري. نعم. يروح للسوق التجاري وقعد السوق هنا، اللي هناك يروحون يأخذون منهم، اللي هنا قاعدين ما حد يجي. لو إن كلنا يد واحدة وكلنا مع بعض موجودين هنا مش السوق. وأطالب من سوق الخميس يجي هنا، إذا جاء سوق الخميس إن شاء الله إني أمشي سوق هنا. في الحمد لله خدمات، في مصلى بالصالة وفي دورات مياه، متوفر الخدمات أحسن من مكانها هناك.